نفرطوش فيه وقانوني مزيان معناه لانه الناس عاود كتنسى الدستور ديال المملكه المغربيه في الفصل 35 و36 راه كيقول مبدا حريات الاسعار وما بقاش عند الحكومه الحق تحدد الاثمنه هادي ما كيبغيوش يقراوها يعني المضاربين يديروا ما بغاو لا ماشي هادشي راه دابا كاينه حريه الاسعار الا في بعض المواد اللي حنا كنهضروا عليها لا كاين شحال المواد اللي هي محرره واش محمد ممكن مثلا استيراد الكاطوال الان عاقل خرج واحد القانون ديال حريه الاسعار والمنافسه ودايره الدوله ياك خرج في جويليه عاد خرجنا هاد الحكومه تحملت المسؤوليه باش خرجوا لاش باش نضبطوا السوق ديالنا فيه الحريه ولكن كاين الحدود ما يمكنش تستنزف المغاربه باسم الحريه هذاك مول الفروماج الله ما يقد يزيد في الثمن الا ما كناش موافقين ليه داك اللي عطيتيه قبيله قول له يزيد ها هو زدناه قول لي واش زاد في الفروماج ياك زادوا شي وحدين نتعيب مع الناس عاود زادوا شي وحدين قرروا يزيدوا شي زيادات رجعوا اللور ولا ما رجعوش اللور؟ قصد الخبز ارباب المخادي والله ما كنهضر عليهم مالي الخبز باش تعرفوا فين مقنشين تراجعوا على الزيادات منيسين مالي الخبز عندهم درهم و20 ما يمكنش يفوتوه لانه الشعب كيزعم مالي اليوغورت مالي اليوغورت ما بغيتش نهضر على شي حاد دو الحليب وما نعرفش داك الشيء وحليب ديال الاطفال وشوفوا واش رجعوا اللور ولا لا السيد الوزير هذا الشيء ولكن ملي رجعوا اللور حتى واحد ما هضر عليها السيد الوزير حتى واحد يلا خدتين في بن كيران قال لهم انا هاد العشر ايام غنتضامن مع الفيسبوكيين ما غنديرش حتى انا قالوا لي الوزير الاول ما كيهضرش هكا رئيس الحكومه كيهضرش هكا خصو يستهلك باش يشجع نشجع واحد السيد انا جالس في داري في الحكومه ولا رئيس حكومه تصبح زايد ضد القانون هكاك بلا ما يعطي تفسير علاش بغا يزيد في الثمن الا عنده الحق يزيد في الثمن ولكن طبق القانون ماشي تقطعوا راه القانون لا ما تقبلش في هذه الحقيقه يا جماعه انت فوق هذا الشيء هو طبق عليه القانون ماشي القطع لا 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 ما خافش لا لا ما خافش تضامن اما راه قال لك ولادو كياكلوا ذاك الشيء بحال ولادنا كاملين كل شيء كياكل ذاك الشيء ولكن راه رجعوا وكتشوفوا في الحق بين انه فيه الثمن ما كانش في المغرب الحق فيه الثمن لانه الجديه في الحكومه وقتهم من هنا من الحلق الله يتنديهم للمحكمه قال لك شي واحد يا انت بغيت تسد كوزومار اياه الى ما احترمش القانون ديال البلاد المغرب ديال 12 القرن اللي ما بغاش يحترم القانون غيطبق عليه صافي انا السيد الوزير لان الخبز